السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم، وهذه حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، مثل ما وعدناكم بالحلقة الماضية كان ضيفنا الدكتور احمد الموسوي او رئيس دائرة الحماية الاجتماعية، رئيس الهيئة الحماية الاجتماعية. اكشفنا ضيفس بصراحة صادف عمل الرجل، وكانوا على الوعد لكن عمل طارئ، صادف السيد رئيس الهيئة وتم إرسال مبعوث وخير مبعوث الأستاذ عبد الرحمن المنصوري مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية. نرحب بك أجمل ترحيب. أهلا وسهلا بك أستاذ. شكرا على حضورك، شكرا لتواصلك، سبق أن كنت عندنا ضيف وكانت بصراحة حلقة جدا إيجابية بمعلوماتها، بإضافات كثير من التساؤلات. أنا متأكد كل مواطن عنده تساؤل ويحضر أمام الشاشة، لكن أنت أجبت عليها. لا بس أن نكرر هذه التجربة وأن يكون معها اتصالات هاتفية للمواطنين اللي عندهم استفسار أو شكوى باتجاه دائرة الحماية الاجتماعية. مرحبا بك مرة. أهلا وسهلا بك وبمشاهديك الكرام وبكادر قناتكم الكريمة، وإن شاء الله إحنا نكون عند حسن ظن مشاهديكم ونقدم اللي به الخير ان شاء الله. احسنتم، شكرا جزيلا. استاذ عبد الرحمن، اسم البدايه احنا والاخوان مشاهدي قناه الايام الفضائيه وفي برنامج بخدمتكم، لمن لديه اتصال او استفسار عفوا او شكوى ما عليه سوى الاتصال على الارقام اللي راح تكون اسفل الشاشه. ارقام ما عليكم سوى الاتصال وان شاء الله حيتم الاجابه بشكل مباشر من قبل السيد المدير العام. يعني قبل ان نبدا بالاتصال، طبعا الاتصالات راح ما تنقطع يعني. فاتمنى ان شاء الله يكون يسع صدرك لاستقبالك. انا اصلا عندي برنامج على اذاعه جمهوريه العراق كل اربعاء لمده ساعه ويا المواطنين. ما شاء الله، بارك الله فيك. واحنا بخدمتهم ان شاء الله. صحة وعافية ان شاء الله. الله يعزك. النور، شكرا جزيلا. استاذ عبد الرحمن، دائما ما نسأل اخر المستجدات، يعني انتم دائما الدائره دائما يمكن كلش قريبه من المواطن، يعني او هي مع المواطن بشكل مباشر، فاكيد مستجدات، هناك قرارات، هناك توصيات تحكم هذه الدائره. ما هي المستجدات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا عودنا ناسنا، احنا كهيئه حمايه اجتماعيه في وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، أنه بين الحين والآخر نظهر بشيء جديد، لعل يكون هذا الشيء هو خدمة لمواطنين. قبل فترة أطلقنا بتطبيق مظلتي، أنه المواطن بدل ما يراجع الدائرة حتى يعرف شنو موقفه، ممكن يدخل عن طريق المستفيد أو المتقدم، عن طريق البطاقة التموينية أو عن طريق اسمه الثلاثي واسم الأم، يعرف كل تفاصيل القيد اللي موجود لدى هيئه الحمايه الاجتماعيه. ايضا احنا قبل استقبل عفوا الاستاذ عبد الرحمن، فقط الاخ المخرج عن التنويه، استلموا اتصالات من الاخوان لين يقول له بعد ما دقت الاتصالات اثناء حديثه، اخذوا الاتصالات وخلي الاخ المنتسب بالحمايه الاجتماعيه يشيكه بالحاسوب ويعطي لنا جواب ان شاء الله ما بعد الإجابة على السؤال الأول، إن شاء الله إحنا نعلن الأسماء. عفوا صحيح، تفضل. أيضا إحنا مستمرين بعمليات المسح الميداني، مستمرين في عمليات إطلاق الوجبات. أطلقنا الوجبة الأولى اللي هي 121,000 مشمول بإعانة الحماية الاجتماعية، أيضا أطلقنا الوجبة الثانية اللي هي 60,000 من المعاقين، أطلقت من قبل السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية. آخر عمل قامت به هيئة الحماية الاجتماعية واللي أعلن عنه السيد الوزير أول أمس، أعلننا برنامج هو نجيك لبيتك. كل شخص معاق أو عاجز عنده بيان سنوي، بعد هذا الإعلان إحنا نجي لبيته، ندز له الباحث يزوره ويسوي إثبات الحياة، وناخذ كل ما يتعلق بالبيان السنوي بدون أن يجينا للدائرة، حتى نخفف من عملية المعاناة ودرجات الحرارة العالية والزخم اللي حاصل إحنا في أقسامنا. إحنا لا يخفى على الجميع لدينا زخم. نعم، إحنا اليوم لدينا أكثر من 1,800,000 مستفيد يتقاضى إعانة من الحماية الاجتماعية.
لدينا تقريبا وصل العدد إلى 1,000,000 تقرى قيودهم تحليل نتائج فقر. أنجزنا المعاملات وننتظر إقرار الموازنة لإرسالها إلى وزارة التخطيط لبيان مدى من هو المستحق من عدمه. أيضا لدينا قرابة 1,000,000 أو دون 1,800,000 قيد، هذه كلها مطلوبة بحث مطلوبة بحث ميداني، يعني قيد البحث وباحثين في كل أرجاء العراق هم مستمرين في عمليات المسح الميداني. هاي كلها تولد زخم على أقسامنا، يراد لها يعني تضافر جهود. لذلك احنا عملنا حتى في أغلب الأقسام يستمر حتى 17:00 من 8:00 صباحا إلى 17:00 لإنجاز معاملات المواطنين. عندنا إصدار بطاقات ذكية اللي ذكرت لك إياها 121 زائدا 60,180,000، هاي كلها مقسمة على أقسام تقريبا 200,000 مشمول، العفو 200 مشمول يوميا يراجعون أقسامنا في كل قسم من أقسامنا، يراجعون لإصدار بطاقات ذكية. يعني 200 إذا يراجعون نفد فد النوب 200 اللي مقطوع مثلا لعانته أو لديه قيد، هاي كلها هي أعداد بالنتيجة تنعكس صورة أنه أكو زخم على أقسامنا. احنا بدورنا شو نقول للمواطن اللي هو مطلوب بحث ميداني او اللي نتيجته تحليل نتائج فقر؟ نقول له هو حيجي دورك. احنا اليوم هاي المئات الالاف لا يمكن انه انا في يوم واحد اصدرها كلها بطاقه ذكيه. احنا راح انا كلها بها تفاصيل. نعم. نرجع على مفصل مفصل محور محور حتى الناس تعرف بين حون نتحدث بالضبط. انت تتحدث بشكل عام. نعم. لك أولويات ولك عندك يعني مساحة كافية معرفة لك بكل تفاصيل، لكن المواطن عادي يقول لك أنا يعني شنو ما أعرف يعني راجع ما راجع، أنا هاني الكفئة فلانية يمتى أراجع يمتى؟ ها كل أسئلة إن شاء الله حتكون في محور الحلقة. بس خلنا نأخذ اتصالات أستاذ. نعم. عبد الرحمن. الأخ جاسم السلام عليكم، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال أستاذ عبد الرحمن؟ أي تفضل أستاذ جاسم. عندي بنات فم بكم، واحدة عمرها 16 وواحدة 18، مشمولات للتسجيل مال الرعاية. هل صوت أحمد صموا بكم؟ فم بكم بنات اثنين، واحدة عمرها 18 وواحدة 17، مشمولات بالرعاية الاجتماعية أقدمنهن على مظلتي لو ما مشمولات؟ احنا قبل سابقاً الصم البكم نتيجة التقرير الطبي ما راح ينطي نتيجة عاجز. أعتقد في الأونة الأخيرة أصدرت وزارة الصحة أنه الصم البكم يدخلون ضمن فئة المعاق ويعرضون على اللجان وممكن ينطوهم التقرير الطبي. احنا متى ما حصل الشخص المعاق على قرار من اللجنة الطبية بنسبة العوق 75%، احنا بامكاننا التقديم في هيئة الحماية الاجتماعية ويشمل كفرد معاق. واضح جاسم؟ واضح جاسم. زين استاذ، يعني الصحة تنطي نسبة عجز لو ما تنطي؟ هاي بعد تعرف هاي لجان طبية من اختصاصها هي القرارات الطبية. احنا بالنسبة انه يجينا القرار متى ما شمل بقرار 38 في هيئة ذوي الإعاقة احنا نشمله عندنا في هيئة العمالة الاجتماعية. اشكرك استاذ، ممنون منك، بارك الله بالخدمة. اهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا لك. الاخ صادق عباس من ديقار تفضل. اهلا السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ عندي بنت اخوي معاقة. اي طلع عايشينها بالمنزل. نعم. نفس صوت تلفزيون صادق. مرة راجعة عن الاستيكار طب وما عندي تقارير من جديد تقرير طبي، وهي عندها تقرير طبي يعني مستوية فعلا أن تسوون من جديد وقت أخير يعني شوية. جيد استاذ عبد الرحمن. اذا النتائج لا يقول لا تشير شمول، يقول لا صدر بطاقة ذكية. يقول عفوا صادق بس فهمنا، لان الاخوان بالكنترول يقول تحليل النتائج، فاستاذ عبد الرحمن قال لا انت شنو مشكلتك بالضبط؟ مشكلتي بنت اخوي طلع عسيها بالوجبه الاولى. شلون؟ بنت اخوي معاقه طلع عسيها بالوجبه الاولى. بالوجبه يعني اصدار بطاقه ذكيه؟ اي اصدار بطاقه ذكيه. بس القيد يقرا تحليل النتائج لحد الان.
لا هي الطلاق اسمها ايش قال لو انه تقرير طبي من جديد عم يشوف الاجراءات مال وزاره البطاقه الذكيه. بالنسبة للقرار الطبي متى ما كان القرار صادر من هيئة ذوي عاقة من أي لجنة تابعة لهذه الهيئة احنا نعتمده حتى إذا كان مر عليه سنة أو سنتين، أما إذا قرار صادر من أي جهة ثانية صح ونسبة عجز خصيصة العلية بس قالوا على ما نمشي عليه، إذا نمشي على الجديد لازم يسوون جديد القديم ما نمشي عليه. لا إذا من هيئة الإعاقة احنا نعتمده، اذا من هيئه ذوي الاعاقه احنا نعتمده حتى ذاك مر عليه سنتين او ثلاثه ما عندنا مشكله بالموضوع. هو انت نقد ونحوله على مجالات الصحه. بس انت وين على يا على يا منطقه في بغداد؟ ذي قار. على ذي قار. انت على ذي قار؟ طلال اصلاحي. خلي تليفونك يم الاخ بالكنترول حتى احنا نتواصل وياك. صادق لا سد التليفون، لا سد التليفون صادق. ابقى على التليفون. ان شاء الله. الاخوان راح ياخذون رقم تليفونك ونعطي الأستاذ عبد الرحمن المنصور وإن شاء الله راح يتصلون بكم الإخوان في مكتبهم وراح يتواصلون معك بخصوص التقرير الطبي. يعني هاي المشكلة أكو يعني مرت عليكم هواية قضية التقارير الطبية؟ لا هو إحنا عندنا تعليمات موجهين كل أقسامنا بالحماية الاجتماعية إنه كل قرار صادر من لجان الطبية التابعة لها ذوي الإعاقة حاصل المتقدم على قرار طبي بنسبة عجز تفوق 75 احنا يمنا ما عندنا مشكلة في هيئة الحماية الاجتماعية، من حقه يقدم ونشمله ما ولا نعيد عليه القرار إلا في حالة العجز. في حالة العجز لا هنا نختلف، احنا العجز وفقا للقانون كل سنتين نعيد الفحص الطبي، لان ممكن هذا ممكن احنا هذا نظر يعني وجهة نظر طبيه طبعا. يقول لك ممكن العاجز تحسنت حالته الطبيه خلال سنتين. العوق العوق لا هو ثابت صح. يعني هاي وفقا للاجراءات الطبيه المتاخره. محمد علي السلام عليكم. محمد علي السلام عليكم. كل الهلا مرحبا السلام. استاذ العزيز تحياتي لك وضيفكم. امر على راسك يا هلا بك حبيبي. الله يحفظك استاذ العزيز. انه بشبكه الحمايه الاجتماعيه تقريبا ناس عندها مليارات يعني تملك واللي وظفتها البرلمانيين واللي على الاحزاب وناس بالله ما عندها يعني ما عندها قوت يومها ما مسجله شنو، لان ما عنده وظفه يروح بها، لان ما عنده مسؤول يروح له، لان ما عنده برلمان يروح يمسح كرامته تقبل له. اكثر الناس يعني ما عندها بس هم يسدون اللي عنده وظفه يمشونه، ما عنده وظفه ما يمشونه. تقبل له اكو شخص يعني بالحمايه مال ما الرعايه مال المرضى تقبل له علاج ما يكفي ابنه، ابنه مريض عادي والعلاج اللي يشتريه ما يكفي له، خلال اسبوع ما يكفي له. صح. لان العالم ما تروح لا مستشفيات لا مدارس لا عندها حالتها كلش تعبانه، هذه المفروض انه تنعاف يعني يعيدون الدوله انه المسؤولين اللي المشرفين عليهم يحققون تحقيق، مو انه تابع لك الحزب او تابع لك البرلمان ما حد يمر يمه ويتجون العالم. تقبل له عرف ناس عندها محض مال سيارات مو هيك صحيح مسجله حمايه معي وناس والله معدوم. اي فعلا اكو عافي نفوس وايد مشكلتنا عداله ماكو. زين زين اكو مثلا اكو ناس محتاجين فعلا للرعايه وما حد جاهم. والله استاذ العزيز هو ناس فقر ما يقدر يروح انه مثل ما تقول ناس فقره ما يعرف يعني حتى يتوجه ما يروح يوقف الباب المسؤول لان فقير يفردونه. تقبل له كي هدومه رسه وما عنده يطردونه ما حد يستقبل له. احنا تعرف المجتمع انه اليوم اللي سارق واللي لابس وصعد احسن سار العالم تركض ورا تاخذ له تحيه. يا محافظه محمد محافظه تواصل كل المحافظات هي كل المحافظات المحافظة. هو المفروض هذه تكون العوائل الواقع. اي بلي هو طبعا الاخ محمد علي يحكي من هم كل الناس أكيد. يعني فعلا كلامه منطقي جدا. أتحدث بمحور مهم جناب الأستاذ عبد الرحمن وأعتقد تتوافق وياه كثير الآن تسوي يعني تقاطع وتلزمون أتفق بحدود أتفق نعم بحدود نعم. أنا أتفق وياه. مثلا إحنا فتحنا رابط إلكتروني لمدة 3 أشهر وهذا الرابط الإلكتروني ما يعرف هذا عنده واسطة أو ما عنده واسطة مفتوح لجميع العراقيين بدون استثناء. كل واحد يريد يقدم ما مخلين في الضوابط معينه. الضوابط احنا نجريها خلال هالفتره 2,900,000 تقريبا بعد التقاطعات اللي احنا نجريها تقريبا بقى 1,100,000 تقريبا في الحدود مليون مليونين و100,000 اسره
مليونين و100 الف اسره اللي بقى بقاعه البيانات اللي هسه احنا مستمرين بين عمليات المسح اللي تحولت الى تحليل نتائج فقر واللي هي مطلوب بحث ميدان. بس عبد الاستاذ عبد الرحمن بس عفوا احنا انا اريد كم لازم اجاوبه لازم تجاوبه جاسم محمد سعيد لان معلق تليفونه خطيه فخلنا نجاوب الاتصال الثاني ومن ثم ناخذ جواب الاستاذ عبد الرحمن. تفضل جاسم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك استاذ العزيز؟ امر هل كل الهل. يا مجاز احكي ويا استاذ عبد الرحمن. اي بخدمتكم. اكو زيادة الرعاية الاجتماعية الموازنة. زيادة رواتب. او اعانة زيادة سعر. اي والله يعني هسه من 2014 يوعدونا وماكو، هسه انا لو اكو عمل مريض الرعاية. الله شاهد ماكو عمل، حتى شغل ماكو. صار. خدمتك تؤمر امر جاسم تؤمر. شكرا أمر. شكرا عيني. عيني على راسي. محمد علي اتصال اخر. محمد علي جيد لا خلنا ناخذ الاجابه من الاستاذ. تفضل استاذ. بالنسبه للمتصل الاول. الاول بالنسبه للميسورين الحال اللي هم يتقاضون اعانه. اذا انتم حسب ما تفضلتوا بانه هذا مفتوح لكل العراقيين. ما عندنا سين وساط. احنا بالنسبه لنا بعد ما نجري عمليات التقاطع ونجري عمليات الزياره الميدانيه للي اعداد اللي بعد ما تطلع نتائج التقاطعات نملي استمارة. هاي الاستمارة معدة بالتنسيق مع وزارة التخطيط ويا هيئتنا. هاي الاستمارة ترسل إلى وزارة التخطيط وهي المعنية. وهي المعنية هناك تبدأ عملية الشمول. يعني لا أنا أشمله ولا هيئة الحماية تشمله ولا هذا يعرفه فلان ولا ذاك يعرفه فلان. وزارة العمل ما له علاقة. لهنا إحنا ينتهي دورنا بعد ما نسلم الاستمارة إلكترونيا لوزارة التخطيط. وزارة التخطيط لديها برنامج معد لهذا الغرض تجري عمليات التحليل. هناك تظهر النتائج من هو المشمول ومن هو غير المشمول. تبقى أكو ناس ميسورة الحال، لربما غشت الباحث وديته مول دارهم، ممكن أعطت معلومات غير دقيقة. ممكن احنا شو نقول للمواطن اللي حضرته محمد او غير محمد انه ساعدونا. اليوم كل المؤسسات هي جزء من المجتمع، والمجتمع اليوم اذا ما يمد ايده ويا المؤسسه تبقى قاصره. انا شو بعرفني اكو ميسور الحال في التشبايش او ميسور الحال في السماوه. اليوم المواطن من تساله تقول له يقول والله انا اعرف ناس ميسوري الحال، يعني اعطينا فت خبر عنهم، اعطينا اسمه ثلاثي، اعطينا معلومه. يقول لك لا انا حرام شلون اقطع رزقي. لا لا شلون اقطع رزقي. مو زين انت بالبدايه قلت لي هذا ما مستحق الاعانه. فانا محتاج ان احنا كثير من الاخبارات تجينا اوقفنا الاعانات بعد ما تحققنا. اكيد زينه لجنه من الباحثين كتبوا لنا تقارير تثبت انه هاي الناس ميسوره الحال وعندها ممتلكات. ايش قد العدد؟ يعني احنا ما اقدر انطيك فد عدد محدد بالنسبه للميسور، بس عندنا مثلا متجاوزين اكثر من 163. خلينا نعتبر من ضمن المتجاوزين اللي كانوا احنا المتجاوزين مع وزاره الداخليه. هذول المتجاوزين دول تجينا بارقام وبكتب رسميه. يعني تجينا من ديوان الرقابه، تجينا من دائره المرور، تجينا من وزاره الداخليه. يعني اي قرص يجينا من اي دائره من هيئه التقاعد الوطنيه نسوي تقاطع، بالنتيجه احنا نوقف الاعانه اللي عندنا ونسترد كل الاموال اللي كان يتقاضاها من عندنا. احسنتم جزاكم الله خير. بعدين نجي على زياده الاعانه. محمد او محمود الو السلام عليكم تفضلوا. السلام عليكم. عمري. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محاني من محافظه نينوى. اهلا وسهلا بك. خابرتك ذاك الاسبوع على مود الاسم مالي على مود الباحث. بل عندي اسم الام هي غلط، هي ساره لما نسجل بالكتروني الراء ما موجوده. يعني خابروك ولا؟ نص صوت التلفزيون. لا والله بعد ما نص صوت التلفزيون. جيد تسمعني؟ ايه ممتاز. اعتقد الاخوان اللي الان الموجودين من منتسبي الحمايه الاجتماعيه عندهم التليفون مال يمكن من ذاك الاسبوع اعتقد. يعني عبد الله يلا يعني تفضل عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا بعد
اللي قبل سنة سوينا له حواقة التعيين بس عنده معيل بس ما تاخذ وما ياخذ ما ادري ايش حواقة التعيين. كانت تسمع السالفة؟ لا. حواقة 90 نسبة العجز يعني بس علينا صوت الاستوديو بدون زحمة احمد. علي لا والله سجان. نعم. العواقب ما 90 نعم فاصل اكثر من 90 بس المعين طوله هو ما ادري ايش ياخذ راتب معين بس يقول ما اخذنا اعانه من الحمايه الاجتماعيه اي المعاق ما ماخذ يمكن بس المعين ماخذ ما مقدم ما ماخذ هذا جوزه يعني ما مقدم على بس عفوا شنو المشكله بدون زحم عليك عبد الله احنا اثنين قديم شو هو طلع عليك اما معيله هو ما طول حتى يعني ما مشمول بالاعانه يعني ما مقدم على اعانه مقدم هو انت مقدم اذا مقدم حتى نقدر نساعدك لو ما مقدم نفس الوقت هو امه نفس الوقت هو اجاك الباحث لا والله ما اجى هذا حكي قبل سنتين ما جاني مقدم الكتروني الكتروني وصار سنتين سنتين هو الالكتروني 22/8/2022 وسديناه 22/11/2022 يعني 3 اشهر خاف مقدم عن طريق السادة النواب لا غير نسيت عاد عاد ما احنا مقدمين 2009 لا يعني من 19 قصدك يعني من 2019 مقدم اي والله بضل عشان السجل عاد عاد المهدي اي بس بس أدري ناس حسن أوكي هاي شو المعالجة ما سام لازم نعرف شلون تم عملية تقديم تليفونه إذا عطينا تليفون نعرف عن طريق جيد. منو قدم رقم كتاب قائد الأسماء من خلال نقدر نبحث عنه نلقاه جيد إذا فعلا هو مقدم عبد الله يسد التليفون الأخوان راح يأخذون رقم تليفونك وراح يتم تدقيق المعاملة غدا إن شاء الله معك نعم عبد الله نسد له عبد الله يا ريت تتصل بينا لان نحاول تتصل حتى ناخذ رقم تليفونك ناصر حسين عندنا تفضل ناصر تحليل نتائج فقر هذا الاخ ناصر حسين ينتظر الوجبات بعد ما تنقر الموازنه نسد ويا تحليل نتائج شو يسوي ان شاء الله بعد ما تنقر الموازنه احنا نبدا نرسل الوجبات لوزارة التخطيط وان شاء الله يعني طالع له باحث تحليل نتائج هذا منتي هذا الموضوع جاهز هذا واضح زياده الاعانه احنا في كهيئه حمايه اجتماعي وفي وزاره العمل والاجتماعي قدمنا مقترحاتنا للزياده ننتظر ما تول اليه الموازن موجوده زياده موجوده زياده راح تبين ما موجوده زياده بعد احنا هذا العلينا سمك ساعه مددوها ساعه ننتظر ان شاء الله الله يسهل ان شاء الله الله يسهل الله يسهل ان شاء الله عندنا اتصال اخر تفضلوا قطع يعني شو يسوي يعني مشاهدين كلامكم ميزة دي تصير يعني دي يصير لود على الاتصالات فدي قطع الاتصالات يعني أتمنى اللي مثلا عرف أو صار جواب على السؤال في داخله يعني ليه يتصل ليه يضغط على الاتصالات حتى نفتح الاتصالات للأخوة اللي عندهم مشاكل خيون كامل نعم خيون أهلا وسهلا بيك تفضل خيون كامل أهلا بيك تفضل ألو. عزيز ألو ألو تفضلوا تفضلوا حجينا أغاتي الرعاية الاجتماعية أخي طول سلم على الرعاية الاجتماعية أي خدمتك على الرعاية الاجتماعية حتى تصير بينا خير شوية مثلا أنا بالنسبة لي الله شاهد على قاعد بخالي مطيني بشارة نص بشارة بيتي قاعد كل شيء ما عندي طول مثلا وقاعد قاعد بدون قرض كمان ما عندي زين طول بالطول مثلا بالرعاية الاجتماعية طول سلفة حتى واحد يشيل روحه شيء وقطع راتب من عندهم راتب والسلام عليكم احسنت وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يقول سلف احنا في هيئه الحمايه الاجتماعي يعني وفقا للقانون ما نقدر ننطي سلف لانه هي بحاله صغيره هاي في دائره العمل والتدريب المهني نعم. التابعه بس كوزاره عمل لا انا دا احكي عن هيئه الحمايه الاجتماعي اللي يتقاضى من عندنا اعانه ما نقدر ننطي قرض بعد حتى لو كان على دائره العمل والتدريب احنا نمنح فرصه واحده وهذه اعانه ما ممكن أن أنطي سلفة على هذه الإعانة صح هو له خيار يروح يقدم سلفة نوقف له الإعانة يأخذ إعانة ما ننطي سلفة حيرتون محمد علي السلام عليكم تفضلوا جاوب كلها محمد علي السلام عليكم محمد الله صلى على محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي ابني احتياجات خاصة نعم
قدمنا لها الالكترونيه لما فتحوها، لحد الان لا مخابره لا جانا واحد لا كل شيء ماكو. هاي على هي ذوي الاعاقه بيا سنه قدمت هسه يعني قبل هاي لما فتحوها شهر 9 هسه حاليا هسه لحد الان الرابط مفتوح يعني للتقديم. لا لا يعني بشهر السنه هاي تقريبا صار 6 اشهر تقريبا هيك. هم انا على حد معلوماتي هم مباشرين بعمليات الاتصال بالمتقدمين وجاي يعرضوهم على اللجان الطبيه. يعني تعرف او تعرف يعني الاعداد هم ليست بالقليله فاكيد هم ناس ورا ناس. يعني هسه شلون نبقى نستنظر لو تبقى تنتظر الاتصال حتى يعرضوك على اللجان الطبيه. هذا غير حكي بعد سنتين ما يتصلون بينا. بعد ما ادري يعني. لا ان شاء الله. يعني هسه واحد اذا متقدمين فد 400 شلون يعني بيوم واحد يفحصهم يعني اكيد اكيد يراد لها بجدول زمني لان وتعرف هاي اللجان الطبيه تقعد يعني مو 100%. ضياء عيسى تفضلوا. الو السلام عليكم ضياء. عيون استاذنا. كل الهلا تفضلوا. استاذ انا مقدم الكتروني من سنه 2022. وجبتين الوجبه الاولى والثانيه وما طلع اسمي واحنا مثل ما اقول ناس خريجين وقاعدين خدمتك ومتزوجين وقاعدين ايجار خدمتك الاخوه بالكنترول الجماعه تحليل النتائج يعني احنا قلت لك احنا طلقنا وجبه واحده والثانيه للمعاقين فقط صح. فان شاء الله قلت الوجبه الثالثه عندما تنقر الموازنه يبدا احنا ننزل توقفت على الموازنه اكيد لانه احنا كلها تريد فلوس يعني اي يعني احنا اصلا سبقنا الموازنه في يعني احنا متاملين ان الموازنه ان شاء الله تنقر وطلقنا هاي الوجبه لانه احنا راح نصرف لهم راح نصرف لهم من 1/7 اها يعني بعد قدامنا ايش قد احنا بعد قدامنا هذا الشهر كله ان شاء الله تنقر الموازنه ونبدا بالوجبات الاخرى جيد العفو ضياء تفضل ان شاء الله استاذنا مو اكو فرق يعني اكو مثلا مقدمين سوي اثنيناتهم وواحد طلع اسمه وواحد ما طلع اسمه يعني جاي الباحث؟ اي جاني الباحث من زمان وانا مقدم تقريبا من العام 2022 من العام؟ من العام اي 22 عام 2022 يعني هو التقديم الالكتروني وذكر بالبدايه قال تقديم الكتروني جي. يعني هم يقول شنو اخوان واحد طلع وما حد طلع اكيد يعني شلون يعني شلون طلعكم اثنينكم لا استاذ يعني من غير محافظه من غير محافظه, محافظة. يعني انا ساكن محافظه انت هسه بيا محافظه اي والله استاذ بيا محافظه بيا محافظه بيا يعني محافظه واسط واحد يعني قاعد ايجار كفيله يعني احنا حتى ال 121 تم تقسيمها على مستوى القضاء والناحيه يعني ماكو قضاء من اقضيه العراق ما طلعت له حصه في ال 121 الف الاولى وايضا بال 60 الف فاحنا حتى الوجبات القادمه ان شاء الله احنا مصرين على ان يتم عمليه التوزيع وفق نسبه السكان ونسبه الفقر يعني ماكو قضاء نطلع وجبه ماكو قضاء بالعراق ما ينشمل زين فان شاء الله اللي ما طلع بهاي الوجبه ان شاء الله يطلع بالوجبه الثانيه واللي ما يطلع بالثانيه ان شاء الله يطلع بالثالثه واحنا مستمرين وبعد والعون من الله ما ان شاء الله بارك الله بكم ناظم تفضلوا ناظم عزيزي كاظم السلام عليكم وعليكم السلام, السلام ورحمه الله وبركاته انا عندي رعايه شلون العفو كاظم؟ كاظم قاسم يونس لا لا تفضل شنو عندك المشكلة؟ المشكلة يا اخي ما استلم راتب الشهر ما استلم راتب هذا الشهر اي ما استلم يقول زوجتك لدني تقاعد يقول زوجتك عندها تقاعد اي هذا توقف شهر احنا بالنسبة ان بالنسبه لاعانه الحمايه الاجتماعيه اي شخص يتقاضى راتب من اي دائره من دوائر الدوله من هيئه التقاعد من اي حتى وان كانت الزوجه وفقا للقانون اذا اتكلم بالقانون أي. تتوقف الاعانه زي هو رجال شو في حال شو العلاقه بزوجته احنا نعتبره اسره واحده اسره واحده وهذا مصدر من مصادر دخلت هسه انا ما ادخل لك بالتفاصيل انا اقول لك وفقا للقانون زوجته عندها راتب احنا نوقف الاعانه واذا كان لديها تقاعد
أيضا نذهب إلى دفع الفرق. لو كانت لديها حصة تقاعدية مثلا 100,000 وهم كأسرة يتقاضون 275 من الإعانة، احنا ندفع لهم 175 استكمال، استكمال فقط. وهي احنا وفق الضوابط والتعليمات اللي نسري عليها في هيئة الحماية الاجتماعية، لأن تعرف احنا عندنا خط فقر نتعامل وياه، ما جاي نتعامل مع فئة، نتعامل مع خط الفقر، وخط الفقر راس منا الخطوط العريضة لعملية الشمول. تحسنتم. أستاذ عبد الرحمن محمود صلال اللي هو شبع ضيم يقول ما خبر انقطع، تفضل أستاذ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذي؟ عمري كل الهلا بيك. استاذ انا خبرت قبل شوية انقطع الاتصال، انا اسمي طلع بالرعاية الاجتماعية بلي، بس الباحث ما تعيجيني، خبرتكم ذاك الاسبوع. ها انت من الموصل؟ بس تصلين صوت التلفزيون بدون زحمة. اي من الموصل بلي. نعم. خلي رقم تليفونك استاذ، خلي رقم تليفونك عند الاخوة. نعم. نسد التليفون، راح الاخوان ياخذوا رقم تليفونك. بس شنو طلع اسم الام عندي غلط. اي بالخدمه هسه الاخوان راح ياخذون تليفونك. اسم الام ساره ابو المكتب. اخذت رقم التليفون. جيد. صار عنده خلل بالاسم، اسم الام ما عندنا مشكله، هو ما دام متقدم موجود عنده قيد يتم تصحيحه. انا بس اريد اشير هنا الموضوع محافظه الموصل، يقول لي هذا السبب من يجيني الباحث. لا ما له علاقه. لا مو صحيح. مو صحيح. لا ان شاء الله الباحث راح يجيب. الموصل عدد المتقدمين بها 216,000 اسره. اسره منفرد؟ لا أسرة بها أفراد، تعرف الأفراد كلش قليلة تصير، لأنه إذا كان معاق أو كان عاجز. 216,000 أسرة. إحنا لحد الآن تقريبا وصل عمليات المسح بها 80,000 أسرة. فهذا الرقم 216,000 يعني رقم مو سهل. لذلك هسه إحنا في قسم الموصل أكو زخم من المراجعين اللي يراجعون. أنا ما جاني الباحث، أنا جاني الباحث وصار قيدي تعليق نتاج. هو بشكل عام همينة حتى يكون دقيقين في كل أقسام. أنا دا استغل هذا البرنامج وأريد أقول لكل ناسنا اللي مطلوب بحث ميداني إحنا راح نزوره. ما نخلي واحد مقدم للحماية الاجتماعية ما نزوره. اللي نتائجه واصلة إلى تحليل نتائج الفقر إحنا بدورنا حيدخل ضمن الوجبات. وذول المطلوب بحث ميداني كل من شخص ينبحث يدخل ضمن هذا البرنامج. لكن مراجعتهم للقسم فقط عملية إرباك وضغط على القسم، يمكن يمنع من اللي متوقفة الإعانة مالته أنه نسهل الأمر بسرعة نطلق إعانته. ممكن اللي جاي يصدر بطاقة ذكية من المشمولين من أخوانهم راح تتأخر عملية الضغط على البرنامج، ضغط على الموظفين، ضغط على يعني فد راح يخلقون جو يتقل به الخدمة. أنا جاي موظفي من 7:30، إحنا في دائرة الحماية الاجتماعية إحنا بالسبعة وربع تلقى الموظفين قاعدين على الحاسبات، وهذا يجي وأي واحد يريد يجي يزور الدائرة يجيها. موظفيننا بالسبعة وربع نستقبل المواطنين، لكن مرة أغلب الناس اللي يجونا ممكن هو يشوف القيد مالته في تطبيق مظلتي، يما بالبيت بالتليفون يقدر يشوف الموقف مالته. بس لكن إحنا شو سوي المواطن هو هم حقه علينا، شو سوي يقول لك أنا دوعة أتأكد. أيه. أريد أشوف قضاء حوائج. أي نعم. أحسنت. محمد صالح. السلام عليكم. محمد صالح سلطان. كل الهلا. الأخوة بالكنترول يقول مطلوب بعد يعني مزاري إن شاء الله نزوره. العفو. تفضل محمد صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خلي يأخذون تفاصيل حتى تليفونه حتى اخي الباحث، وانا لحد الان ما طلع عليه الباحث. وين من يا محافظه؟ وين محافظه؟ نينوى موصل. موصل. قال موصل بخدمتك محمد. لا سد التليفون بقت لا سد التليفون هسه، ابقى التليفون مفتوح. الاخوان راح ياخذون رقم تليفونك بالكنترول وراح يطول الاستاذ عبد الرحمن المنصوري وراح يتصل بك ويشوفون شنو سبب التاخير. لكن اكيد مثل ما يتفضل الدكتور استاذ عبد الرحمن يقول 216,000 اسره واللي رايحين يمكن 86 80,000 تم انجاز عدد كبير بعد منتظر.
واعتقد انت جزء من هذا العدد الكبير، وان شاء الله اكو حمله قريبه ان شاء الله. ان شاء الله. نعم سامر تفضل. سامر عنده استفسار. سامر عيني. الو. عيوني انت كلها. تفضل. انا سامر مراد من المحاول. انا ب 2019 انقطع راتبي، انا راتب شمولي على العاطلين. زين تسمعني؟ بلي بلي بلي. هو شو اسمه؟ او لان باسم السياره مال المعوقين. نعم صارت عند السياره. او ب 2021 الوزير انطى اعفاء هذول اللي باسم السياره مال المعوقين ينطلق راتبه. زين. تسمعني مو؟ اي بلي بلي تفضل. ايه فأنا رحت للرعاية ودزوني الكتاب للمرور، والمرور جاوبهم وطلع لي باحث اثنين بواحد مو واحد. واحد بشهر 11 2021 وواحد بشهر الرابع 2022. ولحد اليوم لا انطلق راتبي ولا سووا الإشارة، والله وكيلك مليت. وحتى مفاصل صار من وراء الرعاية الاجتماعية وخاصة مال جبلة، والله العظيم كل شغل ما يشتغلون. تروح جيب الكتاب ورد الطلب، جيب الطلب ورد الطلب. الله وكيلك اشلعوا قلبي، اذوني حيل. الحد اخر شيء تالي رحت للسيد القاضي الله يحفظه مال الرعايه الاجتماعيه اللي ببابل. السيد القاضي دزني بكتاب لهم يريد الاوليات مالات، يريد الاعتراض بالاوليات. ولحد الان من 10/4 لحد الان لا توصل كتاب، لا دزوا الكتاب للرعايه للقاضي. فوالله العظيم يعني حيل تأذيتاني من هالموضوع. وأنا يم الله ويمه. عزيزي. أريدك تسوي إشارة. أنا شمولي على العاطلين وأنا معوق. راح. جوزتي معوقة. أنا هسه تقريبا صارت الصورة واضحة عن كل المعلومات اللي ذكرت. بالنسبة إلى قسم جبلة صار له سنة من فتح، أكثر من سنة. أنت تقول أنا ب 2019 مقدم، هاي حالة. الحالة الثانية إنه أنت متى ما كنت معاق ومشمول في قانون 38 وجبت رقم مروري بعنوانك للمعاق، احنا هاي ما نوقف الإعانة عليها مطلقا. لكنه انت اسره معدومه الدخل ورحت جبت رقم باسمك، احنا هنا نتعامل وياك مو معاق، نتعامل وياك اسره معدومه الدخل. رحت جبت سياره حتستفاد بيها، احنا حددناها لمن؟ حددناها للمعاق. بالنتيجه من توقفت الإعانة مالتك انت قدمت اعتراض على قرار مدير القسم. بعد ما توقف الإعانة أصدر مدير القسم قرار بإيقاف الإعانة، قدمت اعتراض وبالنتيجة القرار بقي من اللجنة العليا اللي يرأسها قاضي في كل قسم من أقسام الحماية الاجتماعية في المحافظات. فأنت مدام ذكرت لي أنه رايح للقاضي، إذن أنت مقدم اعتراض وبالنتيجة انتظر نتيجة الاعتراض، إذا قبلتك اللجنة ترجع إحنا نكون ملزمين نعيد الإعانة مالتك. عفوا أستاذ عبد الرحمن، يقول لك أنا رحت للقاضي والقاضي طالب بالاوراق، وهم اصلا هاي بالدائره مالتكم اصلا ما دزت الاوراق للقاضي. لا هو هسه خلي يجاوبني، انت قدمت اعتراض وين؟ سامر وين قدمت اعتراض؟ سامر بس صوت عاجل يا ممكن. اي سامر تسمع؟ بس نصينا صوت تلفزيون سامر بدون زحمه، لان ورا عبد الله عبد الحسين عندنا اتصال. تفضل سامر. خلي ياخذ التليفون انا اتواصل وياه. جيد اخذ التليفون سامر، اكو واحد خلي يبقى من كاترول وياه، خلونا ويا عبد الله عبد الحسين. تفضل عبد الله. السلام عليكم عبد الله. اعطي رقمي. سامر تسمعني بصوت واضح؟ اي عيني انا باسم رقم. اي. السيارة باسم السيارة مال المعاقين. انت مشمول على فئة المعاقين لو مشمول اسرة معدومة الدخل؟ لا اسرة معدومة الدخل على العاطلين. انت هسه جايب السيارة خلافا للقانون، اصبحت السيارة مصدر دخل. بعدين انت قدمت اعتراض وين؟ نعم قدمت اعتراض ب 2019 وذاك اليوم استاذ العزيز الوزير مو انطى اعفاء هذول اللي باسم السياره ذوي الاحتياجات الخاصه ينطلق راتبه. اي نعم بس لذوي الاحتياجات، انت مو من ذوي الاحتياجات، انت اسره معدومه الدخل.
اي مو هو حتى لو قال اي واحد باسم السياره لا ذو الاعاقه ينطلق راتبه. لا كان كلام السيد الوزير واضح لذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين اللي بأسمائهم أرقام مرورية للمعاقين فقط، أما أسرة معدومة الدخل. إحنا كل الأسر معدومة الدخل اللي بأسمائهم سيارات حديثة، إحنا دا نوقف الإعانة ودا نسترجع الأموال. لأنه اليوم يجيني مواطن هسه قبل شوية وأحد المواطنين يشتكى يقول أكو ناس ميسور الحال وانتم ما جاي توقفون الاعانه عنهم. اكو سيارات موديل 2018 و2020 و2016 اسعارها من دفترين وفوق، هاي كلها احنا نعتبرها مصادر دخل. زين استاذنا العزيز، استاذنا العزيز، اولا السياره انشالت من نسمي. انت استاذنا العزيز، عزيزي. السياره انشالت من نسمي. نعم نعم. هسه انشالت انا ما بجمي السياره بالمرور. جيد، انا انت ما دام قدمت اعتراض في اللجنة العليا، انت بعد تنتظر نتيجة القرار اللي يصدر من اللجنة العليا. ان قبلوا الاعتراض مالتك احنا ملزمين نرجع الإعانة، وان رفضوا من حقك تقدم تظلم، واذا قبلوا التظلم احنا نرجع لك الإعانة، واذا ردوا التظلم من حقك تروح تقدم طعن بالمحكمة الإدارية. رحم الله والديك. هسه الاستاذ يا بس استاذ العزيز، نعم. المشكلة انه جبله رعايك جبله اللي شمال بابل لحد الان ما دا يودون الاعتراف للسيد القاضي. انت شو وقت قدمت الاعتراف للسيد القاضي؟ انت شو وقت قدمت اعتراف؟ شو وقت قدمت اعتراف؟ قد ب 10/4 القاضي دز كتاب، ب 10/4 دز للرعايه قال لهم اريد الاعتراف ما سامر مراد راضي. ومو بس ثاني، مو بس ثاني الله وكيله. هو شو وقت قدم اعتراف؟ هو لا هو لحد القاضي اجبل لحد الان دزلهم 10/4 دزولي الاعتراف. هو شو وقت مقدمه؟ انت قدمت الاعتراف؟ انت ايش وقت قدمت اعتراف؟ انا قدمت اعتراف ب 2019. ادري بس يعني عذرا، شنو احنا الاعتراض يمنا شنو نسوي الخمره؟ اعتراف ب 2019 انت من تقدم اعتراف اكو فتره زمنيه 30 يوم وراء احنا عظيم. الاعتراض مالتك المفروض نرفع للجنه العليا، اذا انت ما تراجع على الاعتراض مالتك ما معقول 19 و20 واحد اربع سنوات. والله العظيم حتى صار عندي مفاصل من كثر السر اللي انا واقفه، بس والله العظيم ما جاي يشتغلوني بصوره صحيحه. على كل حال الله وكيلك، على كل حال خلي تليفونك بالكنترول وانا وياك نتواصل. واضح سامر، ابقى بس عند التليفون راح ياخذون اخوان تليفونك. عبد الله عبد الحسين اخر متصل لان وقت البرنامج انتهى. عبد الله عبد الحسين، السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. نعتذر عبد الله على التأخير. لا على رأسي رحمة الله. يسلمك، تفضلوا. عبد الله تفضلوا. ألو أحمد، بس أشوف الاتصال موجود. انقطع يا عبد الله. لا لا إلا الله خطي. يعني كل الانتظار وبعدين كل الانتظار انقطع وختم الحلقه. يعني نعتذر عبد الله امانه ان اخذنا تليفونك، لكن ديدك هو بالله مو للاسف. فاعتذر عن استقبال الاتصال لكون اشل الاخ تجاوزنا عن وقت البرنامج. في الختام انا اشكرك، شكرا على سعه صدق استاذ عبد الرحمن، واتمنى ان شاء الله كل الارقام راح توصل لك من الكنترول ويتم التواصل معهم غدا ان شاء الله. وشكرك مره اخرى. شكرا لك ولكل مشاهديك الكرام. الله يحفظك استاذ عبد الرحمن، الاستاذ عبد الرحمن المنصور مدير عام دائره الحمايه الاجتماعيه، شكرا جزيلا مره اخرى لك. وايضا الشكر موصول للدكتور احمد موسوي رئيس هيئه الحمايه الاجتماعيه، كون تواصل يعني بشكل مستمر، وان شاء الله راح نحضركم ميدانيا صور دائرتكم ونشوف موظفيكم عندكم ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم. الله يحفظكم، شكرا استاذ عبد الرحمن. اذا مشاهدينا الكرام تقبلوا تحيات كادر البرنامج وانا معدوم مقدم البرنامج حازم الحربي. التقيكم باذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعه 9 مساء. شكرا.